المعارك على أشدها في معقل الانقلابيين الحوثيين بصعدة. الشرعية نجحت في انتزاع أول مديرية بالكامل من قبضة الميليشيا، مديرية الظاهر التي تقع بمحور مران غرب صعبة، هي أقرب الجبهات إلى معقل زعيم الحوثيين. الآن مديرية الظاهر أول مديرية في محافظة صعدة حررت بشكل كامل، ما تبقى مديرية كتاف تبقى منها أجزاء، مديرية باقم تبقى منها أجزاء. بتحرير مديرية الظاهر قطع الجيش اليمني خطوط إمداد الحوثي عن مديرية حيدان ومدينة صعدة. المعارك في صعدة لم تتوقف، والجيش على مقربة من تحرير بقية المديريات. الأهمية الاستراتيجية لمحافظة صعدة ترجع إلى كونها معقل الميليشيا المدعومة إيرانيا، وانطلقت منها لاحتلال باقي المحافظات اليمنية. وبتحريرها تحقق الشرعية انتصارا عسكريا ومعنويا كبيرا، كما أن المحافظة تشكل مع حجة والحديدة وتعز والضالع والبيضاء ومأرب طوقا تنطلق منه الشرعية لتحرير العاصمة، كما أن صعدة محاذية للحدود مع السعودية، وبتحريرها يفتح طريق مختصر لإمداد قوات الشرعية بالمعدات العسكرية لاستكمال تحرير اليمن من قبضة الميليشيا الإرهابية.